طابت اوقاتكم مشاهدي الكرام، اهلا بكم في صوت اليمن وكل عام وانتم بخير. يحتفل العالم الاسلامي بمولد النبي محمد عليه الصلاه والسلام، مناسبه عزيزه وغاليه على كل مسلم، الجميع يحتفي ويحتفل، لكن تلك المناسبه العزيزه والغاليه اصبحت ربما ذكرى صعبه على اليمنيين بسبب ما يرتكبه الحوثيون من افعال وما يمارسونه من تجبر وتكبر وجمع للاموال بكل الطرق. للأسف حول الحوثيون هذه الذكرى وهذه المناسبة العظيمة للمولد النبوي كل عام في المناطق الخاضعة لسيطرتهم إلى مناسبة لابتزاز المواطنين وسرقة أموالهم. الميليشيا دشنت حملة جبايات جديدة وشكلت لجان نزول ميداني لمنازل المواطنين قبل أكثر من شهر ونصف، يعني قامت بتوزيع ظرف عليه اسم رب كل أسرة بهدف إرغامه على دفع جبايات مالية بذريعة الاحتفال النبوي. ويترتب على هذا الظرف، يعني إن لم يعد خلال 3 أيام وبه مبلغ من المال، فقد يؤدي ذلك إلى حرمان من حصته في الغاز، قد ربما يؤثر على بعض الامتيازات التي هي واجبات دولة كما يفترض، لكن نحن نتحدث عن عصابة وعن ميليشيا. القيادة الحوثية وجهت عبر لجان ميدانية مذكرات للشركات وللمراكز التجارية الكبرى في صنعاء وطالبتها بدفع جبايات مالية كبيرة، وحددت الأرقام لإقامة الاحتفال بالمولد النبوي. الأمر الذي تسبب في حالة من الرعب لدى التجار من أي تعسفات حوثية تطالهم في حال عدم دفع المبالغ المالية. وبالفعل أغلقت بعض المراكز المالية، تعرفوا المراكز التجارية، تعرفوا المراكز التجارية، يعني نحن نتحدث عن 200 إلى 300 إلى 400 محل تجاري داخلها، يعني إيقافها وإغلاقها ليوم واحد يعني الكثير. الميليشيا فرضت الإتاوات والجبايات المالية على جميع التجار، مالكي الفنادق السياحية والاستراحات الشعبية والمطاعم والبساطين والصيدليات وحتى باعي القات وأصحاب الحمامات البخارية وغيرها. سيارات جمع لجان التبرعات التابعة للحوثي لم تتوقف عن التجول في الشوارع ليل نهار منذ أكثر من شهر، في سباق مع الزمن للوصول إلى كل مواطن وكل تاجر في العاصمة وإلزامهم بدفع التبرعات النبوية أو تبرعات المولد كما تسميها الميليشيا في بلد تبلغ فيه نسبة الفقر أكثر من 75%، وتجاوز نسبة الفقر المدقع 65%. في هذا البلد تفرض جبايات باهظة للاحتفال في ظل خسائر اقتصادية هائلة جدا بسبب الحرب التي كلفت اقتصاد البلد منذ العام 2015 حتى نوفمبر الماضي قرابة 90 مليار دولار. جبايات لا تتوقف في ظل مخاوف من أن يصبح اليمن أفقر بلد في العالم بحلول 2020 طبقا لتقرير أممي صدر في نوفمبر 2019. هناك من يصر على أن يزيد من المعاناة والألم ليتم جمع الأموال من البسطاء عنوة. ليس احتفالا بمولد النبي، ولكنه أصبح موسم ثراء لقيادات الميليشيا الحوثية. هذا العام سيتم الاحتفال وقد تم جمع ميزانية ضخمة من المواطنين والتجار والمؤسسات الحكومية وشركات ومؤسسات القطاع الخاص، وقد بلغ إجمالي ما تم جمعه حتى يوم الأحد 25 أكتوبر نحو 100 مليون دولار، أي ما يعادل 60 مليار ريال يمني. المبالغ الضخمة جمعت من كافة المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين وليست من صنعاء وحدها، حيث قامت الميليشيا بتوظيف أكثر من 3000 شخص من أتباعها في لجان لجمع التبرعات توزعت في المدن والأرياف توزعت في المدن والأرياف في مناطق سيطرتها، وستستمر بالعمل حتى اليوم الأربعاء أو تنهي عملها اليوم الأربعاء. مكاتب التربية والتعليم الحوثية وجهت مدراء المدارس في كل مناطق سيطرتها بحشد ما لا يقل عن 15 طالب من كل مدرسة لزيادة الزخم الجماهيري في ساحة الاحتفال. وتم تهديد
المعلمين والمعلمات والمدراء بالإقالة إذا لم يلتزموا بحشد هذه الأعداد من الطلاب وكذلك أيضا المدرسين. كما وجهت ميليشيا الحوثي تجار محافظة البيضاء بصبغ ألوان محلاتهم باللون الأخضر، تركيب إضاءات خضراء في الشوارع، وتعليق لوحات قماشية تتضمن شعارات الميليشيا الحوثية. طبعا هذا كان ليس في البيضاء فقط، أيضا في صنعاء وفي ذمار وفي المحويت وفي حجة وفي صعدة، في كل المحافظات الخاضعة لسيطرتها. لديها قدرة هذه الميليشيا على تحويل أي شيء جميل إلى عكسه، لديهم أفكار لا تتوقف عن كيفية تحويل الاحتفالات إلى أيام حزينة وصعبة، لكن ما يفعلونه في مولد النبي أمر شديد الصعوبة. لا نستغرب بعد ذلك إن وجدنا الناس تهرب من هذه المناسبة الدين، ليس يعني كرها لصاحب المناسبة عليه أفضل الصلاة والسلام، لكن كرها لمن يقومون بهذه الأفعال والتصرفات. هناك أجيال تخرج وهي ترى أسرها تعيش ظروفا صعبة تستدين لتدفع الجباية. تابع التقرير ومن ثم نبدأ النقاش. ورد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، يا خير من جاء الوجود تحية من مرسلين إلى الهدى بك جاءوا، الرحمة المهداة والنور المبين محمد صلى الله عليه وسلم. يحتفل العالم الإسلامي الخميس بمولده الشريف، وهي مناسبة عزيزة على قلب كل مسلم في أنحاء المعمورة، مهما حاول المتنطعون بالدين والمتلبسين به تشويه الإسلام كرسالة سماوية مقدسة. فها هي الميليشيا الحوثية تتخذ من مناسبة المولد النبوي ذريعة لمزيد من ابتزاز اليمنيين والإمعان في تجويعهم وإفقارهم ونهب أموالهم بالإجبار وإنفاق بعضها في طلاء جدران الشوارع والمؤسسات العامة والخاصة باللون الأخضر وتعليق الأضواء الخضراء في الشوارع، وهي هوية إيرانية خمينية ليس لها أي صلة بالنبي عليه الصلاة والسلام. المولود النبوي الشريف ليس سوى محطة في أجندة المناسبات الحوثية، وما أكثرها كالغدير والولاية وعاشوراء ويوم الصرخة والشهيد، تستغل خلالها المساجد والمنابر الدينية وتحولها إلى مراكز طائفية لخدمة أفكارها المستوردة من حوزات قم في إيران، كما أضفوا طابعا طائفيا على حياة اليمنيين، وسيطر مناخ الخوف والاضطهاد منذ أكثر من 5 سنوات على شعب تجرع ويلات الميليشيات. وإضافة إلى كون هذه المناسبة ذريعة للابتزاز والنهب والسلب، فإن الميليشيات تسعى لاستغلال فعالية المولد سياسيا واستخدام النبي عليه الصلاة والسلام ضمن شعاراتها المرفوعة للحشد والتعبئة واستقطاب الجماهير قبل تدريبهم وتجنيدهم وإرسالهم إلى الجبهات، ما يؤكد أنها لا تعتبر مناسبة المولد النبوي سوى تظاهرة شعبية في أعقاب تراجع شعبيتها وانكشاف مخططاتها. أهلا بكم مجددا مشاهدي الكرام، ويسرني أن أرحب بضيفي هنا في الأستوديو الشيخ إبراهيم همام، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون التعليم بالأزهر. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، مرحبا. يا مرحبا، بارك الله فيكم وكل عام وأنتم بخير. يعني بداية لو نتحدث عن عظمة هذه المناسبة و العبر والعظات التي يفترض أن نتخذها من هذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، الذي قال فيه ربنا تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رضي اللهم تبارك عن آله وأصحابه وأتباعه وأنصاره وأزواجه الذين اهتدوا بهديه واستمسكوا بسنته وساروا على طريقته إلى يوم الدين وبعد. يعيش العالم الإسلامي شرقا وغربا في هذه الأيام
في ذكرى عطرة، ذكرى طيبة، وهي ذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. هذا النبي هو الذي اصطفاه ربنا سبحانه وتعالى من خيار من خيار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه وهو حبيب الله. وعندما خلق الله سبحانه وتعالى الجنة قبل آدم كتب على بابها لا إله إلا الله محمد رسول الله. الملائكة تسأل من هو محمد الذي قرن اسمه باسم الله الأعظم، باسم الله تبارك وتعالى، وكتب اسمه على باب الجنة. طبعا من خلال هذا الحديث ترى أن الذي اصطفاه وجعل رسالته هي خاتم الرسالات هو ربنا تبارك وتعالى. لقد ولد النبي صلى الله عليه وسلم وكانت شبه الجزيرة العربية مسرحا للديانات، من الناس من يعبدون الشجر، ومن الناس من يعبدون الحجر، ومن الناس من يعبدون النار، وكل يعبد إلهه على حسب هواه، ومنهم من يعبد الأوثان ويصنع إلهه. نعم. في هذا الجو ولد النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح. انطفأت نار من أعظم النار، نار كسرى، نار كسرى طفئت بإذن ربها عز وجل تكريما وتعظيما وتشريفا لقدوم خير ميلاد، ميلاد محمد صلى الله عليه وسلم. المؤيد بالمعجزات من قبل ربه عز وجل. ولذلك الشاعر يقول: جاء النبيون بالآيات من قبلك فانصرمت، وجئتنا بحكيم غير منصرم. يعني كل الكتب السماوية كان آخرها معجزة القرآن الكريم التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم بها، وانقطعت ما عدا القرآن الكريم الذي مزق حواجب الغيب الثلاث، الماضي والحاضر والمستقبل، وهو المعجزة الخالدة الباقية على مر الزمان. هذا الرسول الخاتم الأعظم عندما يأتي ميلاده الناس يحتفلون بهذا الميلاد. والسؤال المطروح هنا: كيف تحتفل الأمة العربية والإسلامية أو المسلمون، كيف يحتفلون بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هناك الكثير من المظاهر للاحتفالات، مظاهر عديدة، لكن قد ربما يختلف الناس في الأشكال، كانوا يختلفون في الشكل عديدة والمبالغة وكذا، لكن الآن هناك من يسيء إلى النبي. نعم. ويسيء إلى الإسلام، هذه ظاهرة ينبغي الوقوف أمامها. هناك مظاهر متعددة، ومنها ما هو صواب، ومنها ما هو خطأ، ومنها ما يسيء أصلا إلى الإسلام وإلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا كيفية الاحتفال الشرعي، هذا الاحتفال إذا أردنا أن نحتفل بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم احتفالا شرعيا أصيلا كما ورد في الكتاب والسنة، أن نطبق سنة من سننه صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لا مانع أن الناس يأكلون ويشربون ويمرحون ويلعبون، ولكن إذا استغلوا هذا الاحتفال في مضايقة الناس وأزاهم وتعبهم وشقاهم أو فرض أموال عليهم معين، فهذا هو الذي يسيء للإسلام ويسيء للرسول صلى الله عليه وسلم ويسيء إلى الناس جميعا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولد بهذه الرسالة التي أيدها الحق تبارك وتعالى. ولذلك الشاعر أحمد شوقي يصفه ويقول: لقد جئت والناس في فوضى، لقد جئت والناس في فوضى، فلا تمر بهم
إلا على صنم قد هام على صنم. أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من الرمم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. دعني أسألك سؤال مباشر، يعني الجبايات التي تؤخذ باسم النبي وباسم المولد النبوي، يعني هي ليست تبرعات. تبرعات الناس جميعا يعرفون أشكالها، وأن تضع مثلا حسابا في البنك أو صندوقا في جامع أو إلى آخر ذلك، ومن أراد ولديه القدرة فليضع ما شاء وبحسب استطاعته. لكن مظاهر الجباية التي تصل إلى البيوت وتفرض عليهم أنهم يملأوا هذا الظرف بالمال، وتذهب إلى هذه المؤسسة وتوجه لها مذكرة رسمية بأنهم يساهموا في هذه المناسبة بأموال، وتفرض عليهم شروط معينة وأشكالا معينة وألوانا معينة، هل يجوز الجباية باسم النبي؟ نعم، صلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. للإجابة مباشرة على هذا السؤال، لا يجوز جمع أي تبرعات في جميع المذاهب من الجبايات بغيرها أو بعينها باسم الدين أو باسم النبي صلى الله عليه وسلم. وما فرضته الجماعات المتطرفة في البلاد ما هو إلا خزي وعار وندامة، والنبي صلى الله عليه وسلم يبرأ براءة كاملة من هذه البدع ومن تعب الناس ومن أذاهم. لما؟ عندما تفرض جباية على شعب معين أو على ناس معينة باسم الدين، الدين يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. إذن ما جاءت به هذه الجماعات فهو باطل ولا أساس لهم الصحة، والحقيقة يجب عليهم أن يمتنعوا ولا يشاركوا أبدا مهما حدث معهم. يجب عليهم أن يمتنعوا عن هذا الدفع بالقوة. لما؟ لأنه لا أساس له ولا سند له. طيب أين الأولى؟ أنه الناس بدون مرتبات حوالي 5 سنوات، إن صرف لهم رواتب يصرف للبعض وليس الكل، يصرف راتب في السنة. نعم، يعني نصف راتب في عيد الأضحى ونصف راتب في عيد الفطر. أي ما هو الأولى؟ هل تصرف هذه الأموال لإطعام الفقراء أم تصرف لمظاهر الزينة؟ الأولى رعاية الفقير والمسكين واليتيم وذا الحاجة. ولا بد أن نفرق بين ما أخذ بالقوة وبين ما فرضته الدولة من ضرائب. ما فرضته الجماعات فكما قلنا لا أساس لهم الصحة، وهو يضر بالدين ويضر بالمجتمع، والمجتمع منه براء والدين منه براء والرسول صلى الله عليه وسلم منه براء. لكن الدولة، أي دولة إن كانت، السلطة، نقول السلطة، السلطة عندما تفرض ضرائب على أهل البلد فهذا واجب وهذا حلال شرعي. لما؟ هذه الضرائب التي تجمع من الناس بواسطة العاملين عليها تؤخذ هذه الضرائب من الناس وتعود للناس، وتعود إلى الناس. صحيح، في بناء، تأخذ من 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 الغني وتعود إلى وعلاج المرضى. بالضبط، في التعليم، إذن في رعاية الفقراء منهم، لأن الناس أحيانا لا عائل لهم فتعولهم الدولة. صحيح، وعشان كده تصرف لهم معاش كامل، وهناك أوقاف أوقاف للدولة. إذن أن رجل لها عائدات، نعم، هو أولى من الإنفاق على المصابيح أو على التلون بهذه الألوان القبيحة. نعم، حتى في الزكوات وفي الحسنات وفي الصدقات، أو أهل البيت أولى إن كانوا بحاجة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين. إذن لا اجتهاد مع نص. نعم، الله سبحانه وتعالى فرض الزكاة لتؤخذ من الأغنياء وتعطى للفقراء. اسمح لي هنا أرحب بضيفي عبر الهاتف دكتور أحمد عطية، وزير الأوقاف والإرشاد. أهلا بك وكل عام وأنت بخير دكتور. حياكم الله، كل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة. وأنتم بألف صحة وسلامة يا رب. ويعني كان في حديثنا الشيخ إبراهيم ربما نوع من الاستغراب أنه المظاهر هذه التي دخلت على اليمن بهذا الشكل، هل هي لم يسمعوا بها من قبل؟ يعني لو يعني تعطي للناس فكرة ما لماذا دخلت هذه العادات ومن وراء إدخالها
إلى اليمن وهي ليست عادة بل بدعة. شكرا جزيلا لقناة اليمن اليوم في القاهرة التي تواكب كل مثل هذه المستجدات والأحداث. ونحن حقيقة في اليمن لا نريد حتى العالم أن يعتقد أننا ضد مولد النبي عليه الصلاة والسلام، أو أننا لنا موقف من مثل أي احتفالات تقام بمولده عليه الصلاة والسلام. الشعب اليمني دخل الإسلام بدون فتوحات وبدون حرب وبدون قتال، طواعية محبة في النبي وفي هذا الدين. ولكن ما يعتمد اليوم من قبل جماعة الحوثي هو استغلال سياسي وتجاري بحت، لا علاقة له لا بالمولد ولا بالنبي. هو مولد سلالة وليس مولد رسالة. مولد الحوثيين مولد سلالة وليس مولد رسالة، مولد جباية وليس مولد هداية. هم يتعاملون مع هذا المولد كنوع من الاستثمار المالي ونوع من الاستثمار السياسي المرتبط بإيران. وإذا تأملت في اللون الأخضر على سبيل المثال الذي يطلون به كل الجدران والأطفال والسيارات وفي كل مكان، هذا شيء غريب عن اليمن. نحن في مثلا محافظة شبوة، في حضرموت، في زبيد، في تهامة، في صنعاء، كنا زمان نعمل ليلة المولد احتفال في المسجد ونذكر مآثر النبي، وأحيانا نقرأ البردة للبوصيري التي وصفت النبي ومدحته، أو نتغنى بأقوال شوقي وغيره من الشعراء الذين مدحوا النبي عليه الصلاة والسلام. لكن كل هذه الأمور جاء الحوثي وداسها ونشفها واستورد تجربة فارسية بحتة. أنت الآن تلاحظ اللون الأخضر، هذا مشتقى من الفرس، وتلاحظ أيضا العلم الإيراني فيه اللون الأخضر موجود. لا يمت هذا اللون الأخضر بالهوية اليمنية ولا بالثقافة اليمنية بشعره من الصلة للأسف الشديد. إضافة إلى أنهم يدخلون إلى بيوت الناس ويلزمونهم بدفع 5000 ريال يمني على كل أسرة. هذا المبلغ ادفع حق المولد النبوي. أنا أعتقد لو النبي علم وأذن الله عز وجل له أن يعود من قبره فيتبرأ من كل هذه الأفعال الإجرامية التي تمت في الشعب اليمني وتضره في معيشته وفي رزقه وتعطيل مصالح الناس وتعطيل أرزاقهم. مولد النبي لا يحتفل به بهذه الطريقة بل بدخل مآثره واتباع سنته. ولا مانع، أنا شاهدت أمس احتفال في مصر، حضره الرئيس السيسي وقادة الدولة ورجال العلم والأزهر والمفتي وغيرهم من المدعيات الدينية في مصر، كلمات وثناء على النبي والذكر مآثره وأنه نبي الرحمة، نبي الوسطية، نبي الاعتدال. هذا في وادي، وما يفعل الحوثي عندنا في اليمن في واد آخر من طقوس وعادات غريبة جدا جدا على المجتمع اليمني. لا. ومنها الصرخة، ومنها يوم الغدير، ومنها يوم الولاية، ومنها الخمس. هذه الخرافات والخزعبلات لا تمت إلى دين الله بشعره من الصلة ولا يستفيد منها غير الحوثي. طيب دكتور، الحوثي خصص حوالي أو وظف حوالي 3000 شخص لمهمة، بالإضافة إلى أنه استعان بمحاسبين ومراقبين وعد أكياس مسجل عليها أسماء الأسر لمعرفة من يدفع لجمع الأموال في مولد النبوي. لكن بالمقابل هذه فقط لجمع الأموال وجباية الأموال، لكن بالمقابل لم يوظف أحد أو لم يهتم حتى بتحسس من هي الأسر الفقيرة أو المستحقة للأكل، للغذاء، للوجبة اليومية الأساسية الضرورية. يعني لماذا لا يجد وقتا لمثل هذه الأفكار أو لمثل هذه الأعمال؟ أخي الكريم، هم في طبقة عايشة في مرحلة من الترف في القصور، في العمارات، في الأراضي، في الأموال، على حساب ما يقارب من 20 مليون يبطنون تحت سيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية. هذا جانب. الجانب الآخر في بعد خطير جدا فيما يتعلق باحتفال الحوثي بالمولد. هذا البعد يركز على أنه يريد أن يقول للناس: أيها اليمنيين، أنا وسيط بينكم بين الله وبينكم بين النبي محمد. يعني أنتم لا تستطيعوا أن تصلوا إلى النبي ولا علاقة لكم به إلا عبري أنا.
وقد سمعنا في أكثر من مقابلة لبعض قياداتهم ومنهم المحطوري وهو يقول نحن واسطة بين النبي وبين اليمنيين. يعني هم يعني يعتبرون السم ليسوا يمنيين، هم واسطة بين النبي وبيننا، لا نستطيع أن نرد الحوض ولا ندخل في شفاعة محمد إلا عبر هذه السلالة للأسف الشديد. هذا البعد العقائدي الخطير الذي يغرسونه في نفوس اليمنيين يحتاج منا فترات طويلة من قضاء عليه ومحاربته والوقوف ضده. اليوم يدعون محبة النبي في مولده. هل الذي يدعي محبة النبي ويطعن في عائشة يحب النبي؟ هل الذي يحب النبي ويدعي محبة يطعن في أبي بكر وعمر وعثمان وابو هريرة وعمر بن العاص يحب النبي؟ هل الذي يدعي محبة النبي وهو يفجر الجامع الذي أمر النبي أن تقام فيه سنته يحب النبي؟ هل الذي يفجر دور القرآن ويدمر مدارس التحفيظ يحب النبي لأنه يدرس فيها الحديث الشريف؟ هل الذي مزق المجتمع اليمني وآذى النبي في أمته وسفك دمها وهتك عرضها وأخذ مالها يحب النبي؟ حب النبي مقرون يا أخي بحب الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه قاعدة مضطردة. من أراد محبة الله فعليه أن يحب النبي، وحب النبي باتباعه وتنفيذ أوامره وليس محاربة أمته وأذية المجتمع الذي يؤمن بهذا النبي ويتبعه. نعم. ما الذي تبقى من 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 المظاهر الأصيلة في اليمن للاحتفال بالمولد النبوي؟ أنا أعتقد بالنسبة لمناطق سيطرة الحوثي لا يوجد شيء. موجود بعض الاحتفالات المعقولة في حضرموت، موجود بعضها في منطقة زبيد، موجود في بعض المناطق عندنا في شبوة، لكن المناطق التي يسيطر على الحوثي حتى تستغرب لماذا المولد في الشارع؟ لماذا المولد في الميادين العامة؟ لماذا لا يعمل المولد والاحتفال في المسجد؟ لأن هذا المسجد لم يصبح له كرامة عند الحوثي ولا قيمة، فبالتالي تعطلت هذه الوظيفة كاملا وأصبحت الطقوس التي تمارس اليوم في إيران تبذل لنا نصا وحرفا. طيب دكتور اليمن. دكتور ألا تلاحظ أنه هناك محاولة لدمج المظاهر الاحتفال بالمولد النبوي مع الصرخة، دائما يضعون اللون الأخضر في أي مكان في الشوارع في الميادين العامة على واجهات المباني ويضعون إلى جانبه الصرخة، ما الغرض من ذلك؟ مش هذا وبس الصرخة، على أخطر من هذا أنهم يضعوا صور رموزهم أمام اسم النبي. يعني يضع في اللوحة اسم النبي في الجهة اليمنى وأمامها عبد الملك أو حسين الحوثي، وكأنه هؤلاء الرموز حقهم هم النبي في مقاس واحد. صحيح. وهذا إهانة وامتحان لمقام النبي الذي لم يبلغه أحد صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، لم يأمر بهذا على الإطلاق ولم يدعو إليه ولا وكل هذه أشياء تنسب إليه وهو بعيد بعد المشرقين عنها تماما. أشكرك جزيل الشكر دكتور أحمد عطية وزير الأوقاف والإرشاد على هذه المداخلة الهامة. أعود إليك شيخنا الجليل. مرحبا وأهلا وسهلا. ويقول الله عز وجل إنك لعلى خلق عظيم. إنك لعلى خلق عظيم. صلى الله عليه وسلم. الخلق والأخلاق العظيمة التي أرساها النبي محمد صلى الله عليه وسلم ربما كان سببا في اتجاه الناس إليه من المستضعفين وغيرهم الذين وجدوا في أخلاق ملاذا لهم من قسوة الجاهلية. اليوم ربما نحن نعاني من قسوة الجاهلية من جديد، نتحدث عن الغلظة في التعامل مع الناس، نتحدث عن السجون التي تنتظرهم، نتحدث عن تفجير البيوت والمساجد، نتحدث عن قطع الطريق أمامهم، تحدث عن تلك القبضة البوليسية التي يواجهون بها كل من يعترض على تصرفاتهم وسلوكهم. أين النبي من هذه السلوكيات؟ نعم. هؤلاء الجماعات المتطرفة، وأقصد الحوثيون الموجودين في اليمن، لا خلاق لهم ولا عقيدة لهم ولا دين لهم على الإطلاق. لما؟ لأن إن الدين عند الله الإسلام،
الدين سلم وسلام وأمان، ليس الدين قتل، ليس الدين أذى. وعندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبعث إلى الناس كافة وعامة، عامل الفقير والغني والضعيف والقوي والكبير والصغير بجانب اللين. ربنا سبحانه وتعالى يقول: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالمعاملة الهينة اللينة السهلة هي التي تنشر الحب والوئام بين الناس، وتنشر الحب والوئام بين الناس وبين الناس وبين ربهم سبحانه وتعالى، وبينهم وبين رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك الآية معنا واضحة: لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. إذن الهدف هو محبة رسول الله، ومحبة الله من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن من كان محبا لرسول الله لا يأذي. لما؟ لأن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. الحوثيون والجماعات المتطرفة هنا لا يسلم من أذاهم أحد، لأن السياسة عندهم جمع الأموال والتبرعات من كل فج عميق. السياسة عندهم القتل والتدمير والتخريب. صحيح. على ما أعلم أو أتذكر أن الحوثي في اليمن ماذا فعل؟ أنه أغلق المدارس وأغلق المساجد وفرض الجبهات على الناس، وأراد أن يلون حتى الأعلام باللون الأخضر، ودي كل حياة ليس لها في الإسلام طريق ولا مدخل ولا مسلك. ولو خرج النبي صلى الله عليه وسلم من قبره وعلم بحالهم جميعا لتبرأ منه لربما قتلهم صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذه الجماعات التي تخرب وتدمر ليس لها جزاء إلا القتل، سواء كان هنا أو هناك. لكن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أنها دائما وأبدا تدعو إلى الفضائل وتجنب الإنسان عن من الرذائل. الرسول صلى الله عليه وسلم يضرب لنا المثل الأحلى في التعامل مع خادمه أنس بن مالك بن النضر. أنس بن مالك خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات. ماذا قال سيدنا أنس عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم، قال رضي الله عنه وأرضاه: خدمت النبي 10 سنوات ما قال لي أف قط، وما خربت شيء وقال لي لما خربته، وما كسرت شيء هشمته وقال لما كسرت أو خربت أو هشمت هذا. هي دي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم التي نفتقدها نحن في هذه الأيام. إذا أردنا أن نحتفل احتفالا شرعيا، علينا أن نعيد المعاملة التي كان يتعامل بها الرسول صلى الله عليه وسلم مع أهله ومع جيرانه ومع خادمه صلى الله عليه وسلم. ولذلك حتى السيدة عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن أخلاق رسول الله ماذا قالت؟ قالت رضي الله عنها: كان خلقه القرآن، أو قرآنا يمشي على الأرض. هذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فلن ندعي حب الله وحب رسول الله ونحن نخرب أو نحن نقتل أو نحن نسرق أو نحن نزني أو نحن نؤذي الناس. لما؟ لذلك الذي يعني يؤذي الإنسان المسلم له عاقبة وخيمة وأليمة عند الله سبحانه وتعالى. ولقد حذرنا الله سبحانه وتعالى في قوله: إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا. اسمح لي ورحب أيضا بشيخ عبد الله النهيدي، عضو هيئة علماء اليمن. أهلا بك شيخ عبد الله. حياكم الله، حيا الله المستمعين، حيا الله وضيفك الكريم. يتساءل البعض لماذا يزداد الحوثي وأتباعه غنى فيما الناس يزدادون فقرا في بلدنا. حياك الله، حيا الله المشاهدين عموما. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. هذه نتيجة طبيعية جدا للعصابات عندما تحكم وعندما تتنفل، وعندما يأتي أن أو تأتي الميليشيات من الكهوف ومن الشوارع غير منضبطة، لا بقيم ولا بقانون ولا بدين ولا بأعراف حتى قبلية. فما تسمعونه من أيام عن اختطاف النساء وعن تعذيب النساء، هؤلاء شيء طبيعي أنهم يلهثون وراء الدنيا ووراء الاغتناء ووراء
نهب أموال الناس. فعلى مر التاريخ المنفلتون والميليشياويون والجماعات المتطرفة عموما على مر التاريخ هي تبحث عن المكاسب، تبحث عن النهب والسلب، عن أكل أموال الناس بالباطل، وهذا الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الدولة هي العاصم للناس ولأموالهم ولأعراضهم، ولذلك يقولون في المقولة ليلة من إمام ولو جائر خير من 60 سنة من غير إمام، لأن هذا هو ضبط لمسيرة الناس لحياتهم، أيضا حفظا لأموالهم وغير ذلك. عندما يأتي هؤلاء لا يعرفون رغد العيش، لا يعرفون الرفاهية، لا يعرفون شيء، فيرون أنهم هم المتحكمون في أموال الدولة وفي أموال الناس أيضا وفي رقابهم، فشيء طبيعي أنهم لن يتجهوا إلا إلى المكاسب الخاصة والاغتناء الخاص، وذلك على حساب دماء الناس وعلى حساب أموالهم وعلى حساب أعراضهم. هؤلاء جاءوا وفيهم من الجشع والطمع والهلع، وفيهم من ما كانوا يعانونه من الفقر ومن وحقد على الآخرين. نعم نعم، هو هذا النتيجة الطبيعية، يعني هم ناكمون على المجتمع ككل، ناكمون على المجتمع ككل فيما يرون أنهم هم أيضا لهم حق الاصطفاء. ولذلك تجد أن الفقير أو من أمثال هؤلاء ينظر إلى الغني وينظر إلى صاحب المال نظرة حسد، وهذا إذا كان غير متنفذ. أما إذا جاء متنفذ، يعني لا أخفيك أنه قبل قليل يكلمني شخص يقول أنهم يأتون إليه فيضعون فاتورة ادفع كذا كذا، ويضعون الفاتورة ويذهبون، وادفع وإلا ستدفع في الأخير، يعني لا مجال آخر. صحيح. أكل أموال الناس بالباطل. هل تتوقع أن يستمر الحوثيين بالجباية لفترة طويلة أم قد يتوقفون؟ لا، لن يتوقفون، لأنهم يتصرفون تصرف ميليشاوي، لا يتصرفون تصرف الدولة أو من يريد أن حتى يستمر. هم أنفسهم ذاتهم يدركون أن أيامهم معدودة، وبالتالي هذه أيضا تضاعف عملية النهب ونهم وجشع الاستيلاء على المال. فهو يقول قد لا قد لا قد يأتي غدا ولست موجود، قد يأتي بعد غد ولست موجود. ويأكلوا يعني. طيب هل يقبل شيخ عبد الله إنه تكون هذه المناسبة مناسبة لسب الصحابة وللطعن في عرض الرسول صلى الله عليه وسلم والسب في أم المؤمنين عائشة؟ رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هؤلاء لا يحكمهم أي دين أو أي قيم، بل إنهم هم يشوهون سمعة النبي صلى الله عليه وسلم، ويشوهون سيرته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل ويشوهون الإسلام. المناظر التي تراها عندما تعرض على غير المسلمين، من يقبل أن يدخل في الإسلام بهذه الطريقة ويرى تلك المناظر المشوهة؟ صحيح. ويرى تلك الجبايات للأموال أيضا باسم من يدعون، يعني ننتقد الصور المسيئة للرسول في حين أنه يأتي من يتحدث باسم الرسول أو يدعي ويسيء للرسول الإسلام أكثر من الغرب. لا تكل خطرا إن لم تكن أخطر، لأن ذاك هو ينطلق من عقيدته المعادية للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن الإشكالية هنا أنه ينطلق بتشويه الإسلام بدعوى الحب أو بدعوى النصرة، وهو منها بعيد. فهؤلاء مثلا عندما يعلم الناس أو يرون هذه التصرفات، يعني سأعطيك مثال بسيط. أنهم جاءوا إلى رجل في مدينة رداع فوضعوا له فاتورة شيء ب50,000 ريال على بقالة صغيرة، يقتات رجل على أولاده مسكين، يعني بعد أن قطعوا رواتب الناس وبعد أن تنصلوا من الحياة من خدمات الناس من الطرق والمدارس والصحة وإلى غيره، وبعد أن أصبحوا جبات وليس لهم أي هدف في وجودهم كله غير جباية الأموال. فلما جاءوا وضعوا فقال أنا ما عندي يعني مصدر رزقي هذا الذي أقتات به لي والأولادي، ولا يحتمل هذا المبلغ، بل لا يقدر أن أوفر هذا المبلغ. فقالوا له أتبخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
انظر الى تشويه الاسلام. يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم حاشاه ان انه يطلب منهم المال او يطلب منهم المعونه. فانظر فانظر الى رده الفعل، فتساوم هو واياهم الى ان وصل الى مبلغ 15,000، قال خذوها وسجلوني من اليوم يهودي ولست مسلم. ابقى معي ابقى معي شيخ عبد الله. يعني لا نستغرب انه البعض اصبح لديه، يعني تعرف انه في البعض ضعيف ايمان يعني ويحتاج فقط لسبب، عندما يجد مثل هؤلاء يتحدثون وهم سلطة امر واقع يتحدثون بهذه النبرة وكأن الرسول حاشاه انه ورث لهم الدين وكأنه متعصب وورث لمن هم يحسبون أنفسهم عليه أبناء أو إلى آخر ذلك، يعني يشوهونه بهذه الصورة. هل يقبل أو ماذا نقول لمن يستغلون هذه المناسبة استغلالا سياسيا؟ قلنا منذ قليل أن هذه الأمور وما شابهها يعني مرفوض شكلا وموضوعا، لأنه لا يجوز أن يجمع الإنسان ضرائب أو أموال سياسية أو مثلا هم يدعون أنه ورثهم السلطة الآن وهم ما الأولى بالولاية وهم يكرسون وبموازاة ذلك يجمعون الأموال. ما ورثهم شيء. وهذا تصرفاتهم لن تدل إلا على شيء واحد، لن تدل إلا على الغباء. عندهم غباء مستحكم زي الغباء الفطري، لأنه لو علم أن هذا ينافي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحب رسول الله ما فعل هذا. صحيح. إطلاقا. فهم أصلا يعني يتمسكون باسم الدين، وهم الدين منهم يعني إيه براء، لأنه كما قلنا لا عقيدة لهم، لا خلاق لهم، لا علم لهم، لا أدب لهم. هو همه كل هم عنده السلطة المال وجمع المال ويعيش حياة كريمة. وعلى حساب مين؟ على حساب الفقير. على حساب وإنما الفقير. أصلا الدين الإسلام لما جه وقف في صف الفقير، في صف الفقير، وأخذ من الغني وأعطى مين؟ وأعطى الفقير. صحيح. ولذلك أن يعني في الحديث القدسي يقول ربنا تبارك وتعالى الأغنياء وكلائي والفقراء عيالي، أي عالة على الله عز وجل. فتأخذ هذه الصدقات والجبايات والضرائب من الأغنياء وتعطى الفقراء. هم على العكس تماما، يفرضون عليه الفقير الذي لا يمتلك قوت يوم، كيف بتاجر أو صاحب محل يعني على الأرزاق على الله ويفرض عليه هذا الفرض أو هذا المبلغ؟ أنه قال لهم سجلوني يهودي من اليوم ولا تسجلوني إيه مسلم. لما؟ لأنه أصلا كرهه في العقيدة، لأنه لا يرى منهم في الدين. صحيح. لأنه هو لا يملك من حطام الدين شيئا. صحيح. ولو ملك ما كان أصلح هذا. يعني كما تفضلت أنه الإسلام هو يعطي يأخذ من مال الغني. نعم. ويعطي للفقير، لكنهم لا يرون إلا أنه يأخذ من الفقير ويعطي. نعم. للغني. نعم. شيخ عبد الله، يسمون أنفسهم مسيرة قرآنية، لكن عندما تقترب منهم تجدهم يختصرون القرآن في ملازم حسين الحوثي ويقولون لأتباعهم أنه لستم بحاجة إلى القرآن، اكتفوا فقط بهذه الملازم ففيها خلاصة وهي اختصار للقرآن. تعليقك. كم من مريد للخير لا يبغيه، وكذلك دائما وأبدا أن المتطرفون والخارجون عن النص والخارجون عن القيم والمبادئ يتدثرون بالشعارات الكاذبة من أجل تغطية الباطل الذي معهم. فتجد مثلا يعني من يدعي مثلا يعني من الجماعات أو من الفرق أو من كذا، من يدعي أنه صاحب الحق أو أنه خايف على دين الناس، كما قال فرعون أني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. أصبح فرعون هو الحامي للدين والفساد يعني، وخايف على الناس من الفساد. هؤلاء أصحاب الشعارات مروا على مر التاريخ، مثلا الخوارج والتكفيريون وكذلك الجماعات المتطرفة يعلنون باسم العدالة وباسم إلى ذلك الحرب على المسلمين، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الأوثان ويدعون يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. أيوة. ثم جاءت أيضا كذلك مثلا فرق الشيعة أنهم يدعون حب آل البيت من أجل أن يغطوا على الباطل الذي معهم، وهو حقيقة نقض الإسلام ومعاداة
الإسلام. المسيرة القرآنية هي شعار فقط، ليس له من الواقع شيء، يعني شعار يرفعونه. ومن عادة العرب أن يسموا الأشياء بعكسها ربما، ولذلك تجد مثلا يقول لك إيش؟ طيب المسيرة القرآنية، فهم القرآن الكريم، وأين أقوال الصحابة وأين أقوال المفسرين؟ لا، حسين بدر الدين الحوثي هو الناطق باسم القرآن، رجعوا إلى هنا من أجل أن يقولوا لرجل معثور ويخاطبونه باسم ابن النبي، أطمن عبد الملك وحسين الحوثي بأنه ابن النبي، فبالتالي من أجل أن يفرضوا على الناس هالة كهنوتية، يعني إرغام الناس بأنه أنت تخالف من تخالف ابن النبي، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أن الله سبحانه وتعالى يقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، نعم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. هو هذه تحتزل هنا، يا عباس لا أملك لك من الله شيء، يا صفية بنت عبد المطلب لا أملك لك من الله شيء، يا فاطمة بنت محمد لا أملك لك من الله شيء. هذا هو الادعاء فقط، ادعاء الاستقامة. صحيح صحيح. شيخ عبد الله النهيدي أشكرك جزيل الشكر. عبد الله محمد النهيدي عضو هيئة علماء اليمن، أشكرك على هذه المداخلة، كنت معي عبر الهاتف. شيخ إبراهيم، والحديث أخذنا إلى أماكن كثيرة، ويعني نتحدث عن الجانب السياسي وهو الأبرز في سلوك هذه الجماعة، دائما تركيز على فكرة الولاية ومحاولة ربط النبي بهذه الشخوص التي لم يسمع بها أحد من قبل، لا تشابهه لا سلوكا ولا علاقة لها به، لا من قريب ولا من بعيد، انتماءها ليس للعرب وليس للمسلمين، انتماءها إلى إيران ولمذاهبها المتطرفة المعروفة. يعني هل يمكن أن يقبل هذا الارتباط يعني بهذه السهولة، أن يأتي شخص ويتحدث وكأنه وكيل النبي أو أنه امتداد للنبي؟ هذه الأعمال وهذه المسميات باطلة، لأنه لا أساس لها من الصحة. لما؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك لنا شيء ينفعنا إلا ودلنا عليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال فضيلة الشيخ في الآية الكريمة، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم كافة. إذن من أين لهم قضية تبني؟ كيف يكون أبوهم وهم لا يعرفون عنه شيئا، وما يفعلونه مخالف لتعاليم النبي صلى الله عليه وسلم، ومخالف للشريعة. إذن الدين الإسلامي من مقاصده رفع الأذى عن الناس، ورفع الضرر عن الناس، وراحة الناس، والتعامل مع الناس بحسن خلق. ومن أجل هذا دخلت الناس في دين الله أفواجا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عامل الناس معاملة حسنة تقوم على التسامح، وتقوم على الأدب، وتقوم على الأخلاق، وتقوم على الفضائل. وهكذا كان يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم، ما ترك لنا شيئا قولا أو فعلا أو عملا ينفعنا إلا ودلنا عليه صلى الله عليه وسلم. هذه الميليشيات والجماعات المطرفة لا مذهب لها ولا عقيدة لها ولا دين لها، ولا يؤمنوا إلا بالمادة والسيطرة في البلاد وعلى العباد، ده مذهبهم. وهذا المذهب يعني اليوم احتفلت يعني مصر الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر العطر. كيف ولكن كيف احتفلنا؟ لقد قال شيخ الأزهر في خطابه أمام السيد رئيس الجمهورية اليوم، إذا أردنا أن نحتفل احتفالا سليما أن نطبق المنهج الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، تطبيق سنة. ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم بالليل؟ أنه كان يصلي صلاة الليل حتى ترم قدماه، حد شافه؟ ما حد شافه، كان يصلي والناس نيام. ومن أجل هذا جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله أريد أن أدخل الجنة. ماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له: يا هذا، افشي السلام وأطعم الطعام وصلي والناس نيام. إنما لم يأمره بجمع مال، ولم يأمره بحب القيادة، ولا بالريادة، ولا بالزعامة. ولذلك عندما جاء أبو ذر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الإمارة، ماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له: يا أبا ذر،
انها خزي وندامه الا من اخذها وعمل بحقها. هم يسالون الاماره ويتامرون على الناس وابتزازهم فقط، ولكن الدين كما قلنا من براءه. فشيخ الازهر قال اذا اردنا احتفالا شرعيا علينا ان نحافظ على اوطاننا وان نحب بلادنا وان ندافع عن ديننا وان ندافع عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. لما؟ لان اصلا حب الوطن من الايمان. هذه هي كلمة فضيلة الإمام الأكبر. وزير الأوقاف قال لا تبنى الأوطان إلا على حب الله عز وجل وحب الرسول عليه صلى الله عليه وسلم. إذا بنيت الأوطان بالأخلاق، بنيت الأوطان يعني تؤسس على حب العقائد صحيح. السليمة الطاهرة بينك وبين الله عز وجل صلى الله الهداية. فإذا أردت أن تبني وطنا ابني أخلاقا، ابني حب الله عز وجل. لن تبنى الأوطان إلا إذا بنيت الأخلاق، وإلا إذا بينت الحلال من الحرام. السيد معالي رئيس الجمهورية اليوم أيضا قال إن راية الإسلام هي راية عالية خفاقة لم يعني يراها كل ذي عقل، ولكن الأعمى لا يرى حتى وإن كان الشيء أمامه أو في يده. صحيح. إذا أدركنا الوقت شيخنا الجليل الشيخ إبراهيم همام وكيل شؤون التعليم بالأزهر الشريف، كنت ضيفا عزيزا في هذا اللقاء. شكرا على حضورك تشريفك لنا باللقاء. شكر موصول لكم أيضا مشاهدينا الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة. كل عام وأنتم بخير، ألقاكم في حلقات قادمة. إلى اللقاء.